أصل الحكاية اسم وكل شيء بيعوان المولى من رحمته نظمها للإنسان والعبد مهما يريد غير النصيب ما يصيب وادي حكاية حسن في غل عبر الواد والأصل الحكاية يسوي كل شيء بأوان المولى من رحمته نظم غالي الإنسان والعبد مهما يريد غير النصيب ما يصيب. الله يفتح عليك يا عم الحاج فتحي يا رمضان بتاع اللي ديتالي سلكت الصوت أول الأول والتانية والتالتة الأولى يا حسن محروم من الإنجاب وعش مع زوجته دايما في لوم وعتاب الأولى يا حسن محروم من الإنجاب وعش مع زوجته دايما في لوم وعتاب الأولى يا حسن محروم من الإنجاب وعش مع زوجته دايما في لوم وعتاب عدى حياته سهر في الفكر والأحزان عدى حياته سهر في الفكر والأحزان والكبر زاد والأسى والصبر عنه غاب والكرب زاد والأسى والصبر عنه غاب محروم من الإنجاب وعش مع زوجته دايما في لوم وعتاب قضى حياته سهر في الفكر والأحزان والكرب زايد عليك والصبر عنه غاب تانية بعد انتظار اتغيرت لحوة سبحان ربي سما قادر عظيم متعال التانية بعد انتظار اتغيرت لحوة سبحان ربي سما قادر عظيم متعال لما أراد ربنا قالوا الفرج في الحال ادي الشموع الفرح بشرا وليد بانت
هادي شموع الفرح بشرى الوالد بني هادي شموع الفرح بشرى الوالد بني كانت بداية الفرح بنتي وجمالها جمال كانت بداية الفرح بنتي وجمالها جمال ويا اخويا ثلاث سنين وهو مكظم ومشلظم تتكلافه يعني كان هيحصل ايه لو جبت لي حته اي حاجه ايه الرزق عند الله يعني انا مش عايز اجيب ان شاء الله ربنا يكرم وربنا حب ينصف صاحبتنا عشان ما يبقالوش حجه ما هو الفلوس بتتنطط في جيبه بقى عاوز يضيعها في اي مكان مش عارف مدفياه وشويه بعد انتظار اراد الله وفجاه تاني سنه يا حسن اتغيرت الاحوال كانت بدايه الفرح بشرى الوليد بانت وكانت بدايه الغنى بن وجمالها جمال صبرة ايه ولد تاني مش الحمد لله ان ربنا اكرمني نصفني معاه ولازم ولد قال لها قولي لي ايه فبصيت له كده وقالت له بنت لا بنت يا ريتك سميتيها يوم ما سميتيها بنت والتالتة لك يا حسن شايل غموم تاني ده الامر لله عزيز واحد مالوش ذنب لك يا حسن شايل هموم تاني ده الامر لله عزيز واحد مالوش تاني الملك ملكه وهو العليم بالناس والامر لله في الاول وفي الثاني شوفي بقى حسك خبرك تكون بنت النوبة ومعلق صاحبنا وفعلا ولدت صاحبتنا هتاريخة برضو بنت وحصل بقى عند صاحبنا خبلان جامد قال الله ايه دي بنت برضو قالت له ده الخير خيرته ولا واحد في يوم يختار انا لو بايدي انا ما كنت يوم احتار ارضى بنصيبك ولا تسأل ولد او بنتي وقول يا ربي انا راضي بما تختار يا صغار المصباح ولا قدام والذكرى بعد يا رب يا رب لاجل النبي اصلح فساد اصلح فساد حالي صبح حسن محتار شارد مع الافكار
أصبح حسد محتار شارد مع الأفكار ارضى بقضاء الله ما يوم كده تحتار ارضى بقضاء الله ما فيش كده تحتار مشى حسن سواح شارد يا عيني سمع مشى حسن سواح ولا فكره مرة ارتاح ماشي بلاد وبلاد وليله كله صغار وصبرة تبكى عليه وتقول جراده ايه وصبرة تبكى عليه وتقول جراده ايه دبرني يا الله زوجي فين الاقيه وصبرة تبكى عليه وصبرة تبكى عليه وتقول جراله ايه طمني يا ربي طمن فؤادي عليك ده هو أغلى الناس ده هو أغلى الناس وبعده أشرب كاس يا عالم الأسرار عالم أمور الناس دبرني يوم ألاقيك اكرمني يا الله اكرمني يا الله يرجع في يوم ورائيك ده هو غالي علي ده هو ضيع علي ده هو كل الدنيا ده هو غالي علي ده هو كل الدنيا لكني يوم الاقيك رحل وفين الاقيك مشاوي فين الاقيك مشاوي فين الاقيك مشاوي فين الاقيك وحد لما صاحبنا بص لقى نفسه كده ايه الست جابت ايه بنت في بنت في بنت بقوا تلات بنات فهو ايه برضو اتضايق فخد نفسه كده ومشي وسابها وهي بتبكي عليه بتقول يا ترى راح فين واجيبه منين انا ما يهمنيش حاجة في الدنيا غير ان حسن يرجع وعيش خدامة تحت رجليه ولو دبحني اعمل ايه وهو ماشي كده بيفكر في امره فسمع العصر بيقول الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله حد كان عارف ايه زمزمة الله صلى على النبي الله أكبر الله أكبر الله أعظم والعزة لله أقول لك أرجع للجامع وأصلي العصر واللي من نصيبك يصيبك يلا ودخل يصلي السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ولسه بيستغفر فرح في النوم فرأى في المنام امرأة مقبلة عليه وبإيدها ولد فقام من النوم بدل هو ما يروح للست بتاعته قال الله طب ما أنا إيه يعني هيحصل إيه لو تزوجت واحدة تانية عشان يخلف منها ولد بس صبرة هتزعل وصبرة غالية علي بعد الشهرين دول أرجع لها يمكن هي لما تشوفني يعني هتقول كل حاجة هتقول لي اعمل كل حاجة لانها دلوقتي من غيري ما تسويش حاجة
مين اللي على الباب يا ترى؟ خدوا بالكم منه احسن وفاء. مين اللي على الباب يا ترى؟ هو من الاحباب؟ انا حاسه طيفي الحبيب رجع لبعد غياب. لا رجع لي دي مش على اصلي. مين اللي على الباب؟ ايوه حب بقول مين اللي على الباب؟ مين جنتك مش خالصة الليلة؟ مين يا عيني؟ مين يا عيني؟ مين يا روحي؟ مين يا روحي؟ مين اللي على الباب يا ترى؟ يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى يا ترى هو من الأحباب ولا لطيف الحبيب رجعني بعد غياب؟ يا أبو أحمد يا أبو أحمد يا شهر نادى يا صبر افتحي. انا حسن انا جيت. قالت له الف سلام يا اكرم الاحباب يا اكرم الاحباب. فين كنت غايب عني؟ فين كنت غايب عني؟ فين كنت غايب عني؟ ولا رسول طمني القلوب يا راح كده مني. ولا رسول قضيت ليالي سهاد عيني ما شافت نوم. قضيت ليالي سهاد عيني ما شافت نوم. عيني ما شافت نوم. وكنت اقول راح فين؟ وكنت اقول راح فين؟ تركني لك محروم. لما اراد الله جيت لي يا نور عيني. طمني قول لي ايه شغلك يا نور عيني؟ دي الروح انا افديك وانت ضيع عيني. بالعربي انا زهقت منك. ايه تقني ده؟ انا روحي فداك. الله طيب يعني انا طلبت منك انك تجيبي لي ولد وما انتش قادره؟ قريت ده بامر الله يا حسن. قال لا فعلا بامر الله. انا كنت يائس وبعدين سمعت العصر بيدن فدخلت المسجد فصليت فرأيت واحده ست جميله ومعاها ولد حلو وانا نفسي بجالي ولد عشان اللي يخلف ما بيموتش. شوف الوفاء بتاع الزوجه. قالت له ايه؟ قالت له خد واحدة تانية بس ما تسيبنيش انا وبناتي معاك لو حتى نلبس خيش.
قلت له خد واحدة تانية بس ما تسيبنيش أنا وبناتي معاك أنا وبناتي معاك إن شاء الله نلبس خيش أصبر على المر بس أكون في حمايتك بس أكون في حمايتك وإن كان عليا أنا غيرك يا زيد ماليش ما تسيبنيش انا وبناتي معاك وان شاء الله نلبس خيش اصبر على المر بس اكون في حمايتك انا اصبر على المر بس أكون في عمري وحياتي وغيرك يا سيدي ماليش يا عمر بيت ابوك يا امال ساكتة من زمان ليه ايوه كده يا شيخة وفعلا شوف وتزوج الرجل من واحدة تانية وربنا أكرم وجاب ولد وسمى الولد علام الله أكبر سمى الولد إيه؟ وكبر علام فرحهم يا سلام وكبر علام فرحهم يا سلام شهرين شهرين وهو كمل عام شهري وشهرين وهو كمل عام ده كبر علام فرحهم يا سلام شهري وشهرين وهو كمل عام والتاني كمان اهو فات بسلام والكل سعيد بوجود علام الله 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 على فضل الله 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 كبر علام فرحهم
شغري وشغرين وكم لعاب والتانية نسى وعد عوام والتانية نسى وعد عوام والكل سعيد بوجود علام لكن علام بعد السنتين ما بيتكلم أجلك الولد يا خال يا الله عايز ولد جالك الولد يا ابو علي لكن علم بعد السنتين ما بيتكلم وكمان رجليه لا يحرك ولا يتألم ضع الفل ضع الفل امال ايه هل لسه صباح بالظبط ياه ضحكت علينا طلعتنا بدري لكن علام بعد سنتين ما بيتكلم وكمان رجليك ما يحركها ولا يتألم وحركوا فيه وعلموا فيه زي ما انت ماشي برضو وحركوا فيه وعلموا فيه وحركوا فيه وعلموا فيه ما بيتكلم ما بيتكلم وحركوا فيه وعلموا فيه ما بيتعلم وكبر علم فرحوا يا سلام شغري وشغرين واو كم لعاب شغري وشغرين واو كم لعاب والتاني كمان وفات بسلام والكل سعيد بوجود علام لكن علام بعد السنتين ما بيتكلم وكمان رجليه ما يحرك ولا يتألم ويحركوا فيه وعلموا فيه ما بيتعلم كبر الغلام بس حالته زي ما هي عين وابوه يشوفه كده يسرح ويبقى حزين الغلام كبر الغلام بس حالته زي ما جي عين وابوه يشوفه كده يسرح ويبقى حزين قال يبقى ايه فايدته مش المنى يا عين انا كنت عايزه يساعدني على الايام في ساعة الشدة يبقى لي سند ومعين قال حزين يفرح ايه كده طيب وانا هعمل بالولد ده ايه شايف لما يعني استغل طموحه في غير اللزوم فشرد ورغم جمال الولد وقعد يجيب له الاطباء صرف المال اللي حلته عليه علشان يصحى قالوا ايه فايدته انا لازم اتخلص منه وهنا لحظة جحد من الأب بقى لأن الأب من الأول ما كانش عنده إيمان والرحمة لا يمكن أن توجد إلا في قلب الإنسان المؤمن بالله دايما تلاقيه رحيم حتى على الغريب تلاقيه عطوف وحنون وإذا كان راجل قاسي بيبقى قاسي حتى على أقرب الأقربين إليه فقال لك أنا أتخلص من الولد ده أشوفه في أي بلد وأسيبه أنا مش عايزه بقى خلاص انا هعمل به ايه شوف فقال لامه اسمعني بيقولوا انه فيه طبيب في بلد بعيده وانا هاخد الولد ده للطبيب يمكن يدويه فالام قالت له مهما يكون يا حسن لك تحرمه مني
خليك بجنبي هنا قرب ويطمن. ده هو ابني ونور العين وحياتي، ده هو روحي ونور العين وحياتي. مهما يكون يا حسن لك تحرمه مني، خليك بجنبي هنا قرب ويطمن. ده هو ابني ونور العين وحياتي، ده هو روحي ونور العين وحياتي. ولو طلت افديه انا افديه بحياتي، لو طلت افديه انا افديه بحياتي. ولو طلب عاده في يوم ازاي تطمني؟ سافر يا نور العين وربنا يرعاك، سافر يا نور العين وربنا يرعاك. كن طريقك وترجع يا بعد شفاك، يحرس طريقك وترجع ليا بعد شفاء. مع السلامة وقلب الأم داعي لك، مع السلامة الأم داعي لك. يا منية الروح أنا قلبي وروحي معاك، يا منية الروح أنا قلبي وروحي معاك. شايف وسامع، علم ولدها يا عين شايف وسامع، علم ولدها يا عين شايف وسامع. عالمشي عاجز وحتى الكلمة ما نطقها، ولا حركة منه بدت غير الدموع في العين، لا حركة منه بدت غير الدموع في العين. ودعوة الأم لسه ما زال بيسمعها، ما زال بيسمعك. واحد إله أهل أهل سبحانه وتعالى، لا إله سواه ولا عين تراه، عظيم في ملكه، كريم على خلقه، رحيم بعباده. وركب علام مع أبوه وشايف دعوة الأم وسامع الأب بيتكلم عليه،
يلا خلنا نتخلص منك تعمل لنا ايه انت؟ اهو عند الثلاث بنات في بعضه على الاقل اسلام واحد حيتجوزهم وخلاص، انت هتقعد لي تعمل لي ايه؟ هنا هو جنب الجامع ده هو، واقعد لما يجي لك صاحب نصيبك. وجحد الاب على ولده وهنا لكن علام المولى رعاه. خد بالك من اللي قال، مش قادر قاعد علام اسمع قرآن وانا الله الله اكبر، وشوية شوية لسانه نطق باسم الجلالة ام كبر، وشوية شوية لسانه نطق باسم الجلالة ام كبر. الله الله على نور الله، الله 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 اكبر، الله علام المولى رعاه وغدت بعناية ما تتقدر، لكن علام المولى رعاه وغدت بعناية ما تتقدر، وحبه بالعطف وبالإحسان وجمال الصورة والمنظر. الله أكبر، وشوية شوية لسانه نطق باسم الجلالة أم كبر. الله الله على نور الله، الله 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 أكبر. البخيل من يسمع ذكر النبي ولم يصلي عليه. لفظ الجلالة على لسان العباد إيمان، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة على لسان العباد إيمان، لما نقولها يفيض القلب بالإيمان، معناها حب وصلاة للواحد العلام. ده كلمة فيها الشفاء مهما تكون عيان. العريس بحي الجمهور وبقول له لفظ الجلالة
لفظ الجلالة على لسان الجميع برهان لما نقولها يفيض القلب بالإيمان. دي كلمة فيها الرضا والحب والإخلاص، معناها فيها الشفاء للي يكون تعبان. الله عليها بتجمعنا في نور وإيمان، ونعيش معاها في نغم من أعذب الألحان. من زيها يا ترى يا ترى يا ترى، دي مجمع الخلان، واللي بغواها مشغل عمره ما شاف أحزان. لو قالوا لي العمر كله يوم وديلك في رحابه أقول كفاية، ده الحياة في الروضة جنة يا حبيبي ملغى أبدا يوم نجايا. لو قالوا للعمر كله يوم وليلة في رحابه أقول كفاية. فتح عليك ربنا بهداية الرحمة، حفظ كلام ربنا وتعلم القرآن. ده فتح عليك ربنا بهداية القرآن، عرف طريق الرضا وتعلم القرآن. وقال لي شيخ وأنا نفسي كده اتعلم، صاد في العناية صدح بالحكمة يتكلم. وهو في الجامعة كان مستقيم ويأمين، معروف بعين الجامع حلو الصفات والسير، معروف ما بين الجامع حلو الصفات والسير، معروف ما بين الجامع حلو الصفات والسير، معروف ما بين الجامع حلو الصفات والسر. لما أراد ربنا جاب الرضا والخير. جابوا له أحسن طائف بلد لما يعالجوا، جابوا له أحسن أطيب بلد لما يعالجوا، جابوا له أحسن أطيب بلد لما يعالجوا. جاب الإله الشفا كانوا السبب وشافوا، جاب الإله الشفا كانوا السبب وشافوا. ما شاف علم صبح أشهر طبيب عرفوا، في الحي اسمه انشهر واهل البلد حرفوه، في الحي اسمه انشهر واهل البلد حبوه. لا اله الا الله. شايف الاب تخلى عن ابنه، ولكن الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء. سبحانك ربي لا اله سواك. يا سلام، الشيخ بتاع المسجد دول، ده دول على الشط، اصل الشط واخدكم.
دلدول على الشط واصل الشط واخدهم والموج معاهم هنا طيار واخدهم على رياض النبي العقل واخدهم واكل الصفا في صفا عن الصفا حالهم ماشيين مع المصطفى لما صفا حالهم دول هم من يا ترى لو كنت عارفهم سيدنا الحسن والحسين والسيدة منهم الشيخ بتاع الجامع قاعد في الجامع بعد ما ختم الصلاة لا الولد عمال يقول الله وأول لفظ نطق به لحكمة يعلمها الله كان هي اسم الجلالة وكأن الولد شعر بأن الله سبحانه وتعالى هو اللي رعاه عرفه بقلبه بكيانه بوجدانه فقال له تعالى يا ابني فجاي يقوم معرفش لا حول ولا قوة إلا بالله اسمك ايه؟ اسمي علان ابن مين؟ فبكى علان مرضاش يقول على اسم ابوه لانه عرف ان ابوه كان بيتخلص منه طب سكوني ليه بس؟ انا عملت ازيك حاجة قال له اكلوا يسابوني وتركوني وحرموني جحدوا ما علي اكلوا يسابوني وتركوني وحرموني جحدوا جحدوا علي ولك من الحب حرموني فوضت أمري إليه واحد مالوش تاني مالوش تاني عالم بجرحي وليه الأهل ظلموني عالم بجرحي وليه الأهل ظلموني الناس ظلموني ظلموني الناس ظلموني الناس ظلموني بك مني عليل تركوني متخافش يا علام تعال يا ابني والله انا حاخدك البيت وحفظك كتاب الله ده ما تمسك الدبل ليه بس لان هي مقدمه الرضا ايه ما يا ولدي ان شاء الله ربنا هيكرمني بيك ويكرمك بي ان شاء الله وتعلم الولد القرآن وواصل علمه فاستخسروه في الذكاء والحكم ولما أراد ربنا سبحانه وتعالى أكرمه ربنا صدق اللي قال من أحب ربنا الناس يفتح له باب الرضا وتحب كل الناس صدق اللي قال صدق اللي قال ده اللي حبه ربنا يا ناس يفتح له باب الرضا وتحبه كل الناس سبحان رب السماء واحد مالوش تاني اسمه المغيمن وعالم ما في قلوب الناس
ارجع كلام الحسن وشوف جرانه ايه. ابوه بقى ارجع كلامنا لابوك وشوف جرانه ايه. بعد الشيطان ما غواك ترك الهموم حواليه. يرجع كلمنا لابوك وشوف جرانه ايه. بعد الشيطان ما غواك ترك الهموم حواليه. اصبح ذليل وعليل ولا حد سائل فيك. اصبح ذليل وعليل ولا حد سائل فيك. مريض وعاجز ومش لاقي طبيب يداوي. ومش لاقي طبيب يداوي. والاب الجاحد اللي مرضاش من حال المبتدي لما اكرمه ربنا وصدق الله العظيم اذ يقول واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه. لا بدل ما يشكر ربنا تمنى ولد وجحد على زوجته الاولى ولما جات الثانيه جحد برضو عليها. واذا بصاحبنا يقول له ربنا تعالى جحدت على ابنك وفي بعد الابن ضدنا غالي ضدنا حتى لو كان تراب في افه ما ينبحش. ايه اللي حصل؟ اصبح عليه وكل المال راح مفيش حاجه خالص. وبدات الناس تتبرأ منه زي ما تبرأ من ابنه كده. الله هو يعني بس على مسؤوليتك. اي على مسؤوليتك. شيخ عبد الفتاح حسام الدين بيقول ان ابو العريس بيحب. اي انا قلت كده. لا انت ما يستهانش بك والله. بيقول لي ايه؟ بيحب واحدة جمال غايفتين العابد. اي اي بيحب واحدة جمال غايفتين العابد ليل ونهار كده في حبها شارد عاوز يروح عندها. عايز يروح عندها وحقق الاحلام دي الكعبة هي المنى والحب للساجد. أيها الساغر التغفر تذكر العهد والتصحو وإذا غلت مجروح جد بالتذكار جرح. يا حاج أيها الساجر التغفر تذكر العهد والتصفو وإذا ملت وجرح جد بالتذكار جرح فتعلم كيف تنسى وتعلم كيف تمحو. مفيش حد طبيب يكون ابن حلال يداوي الراجل حسن ده. تخلت عنده زوجته الاولى والتانية حتى بناته جحدوا عليه لانه جحد عليهم في الاول. وزوجته بعد ما ساب ابنها ما عرفتش راح فين الولد جحدت عليه وسايباه يا ولداه. بيقولوا في هنا طبيب اسمه علام لكن ابن حلال هاتوا علام يداوي الراجل. يا سلام يداوي حسن
جاله الطبيب علام يمسح دموع ليالي. حب ولا يعرف ان ابوه هو اللي راح يدوي. نظر الطبيب لابوه بكى بدمع العين. خد بالك هو عرف ابوه لكن ابوه ما عرفوش. نظر العليل واحتار قال له البكى ده ليه؟ يأستي من علتي يا ولدي ولا ايه؟ لازم ماليش دواء انا عارف كده. يأستي من علتي صابر على بلوتي والامر راضي بيه. ده الذنب ذنبي يا ابني لاني داري بيه. ظلمت ولدي العليل وجنيت يا ابن عليه وتركته وحده. تركت وحده علي وجحدت يا معلي. ليه كنت ظالم انا كده؟ كنت قاسي عليه ليه؟ ليه كنت ظالم انا؟ قال ان شاء الله هتصحى ما تخافش. قالوا اصحى ازاي؟ ناس كتير قالوا لي انك مش هتصحى ابدا. انا مش قادر اتحرك مش قادر اتحرك. قال له يظهر اصابك مفيش حد قريبك حصل له الحكايه دي ابدا؟ قال له ابني. قال له وفين ابنك ده؟ قال له تخلصت منه لما يأست والظاهر برضو الناس تخلصوا مني زي ما تخلصت من ابني. قال له سمح على اللي راح لا تبكي على ولدك. بتقول ايه؟ قال له سمح على اللي راح لا تبكي على ولدك. لما اراد ربنا انعم عليك انعم على ولدك. انا الطبيب المعالج وابقى انا ولدك يا رنت كنت العليل وانت الطبيب يا ابا. لما اراد ربنا رجع اليك ولدك. قال له سمح علي راح لا تبكي على ولدك. لما أراد ربنا أنعم على ولدك. أنا الطبيب المعالج أنا الطبيب المداوي أنا الطبيب المداوي وابقى أنا ولدك. يا ريتني كنت العليل وانت الطبيب يابا. لما أراد ربنا رجع إليك ولد. مين انت؟ علام؟ علام اللي سيبته يابا جنب الجامع. بقيت ابصلك بعيني يابا. ليك سبتني يابا؟ الشيطان غرني وفكرني ان الدنيا مال واولاد. وكان نفسي يكون لي ولد زي الناس وبجالي عزوه. قالوا انت مفكر ان العزوه في الاولاد بس؟ فيه واحد من غير عزوه برضه لكن بعمله بين الناس كل الناس بتحبه وعزوته. الغريب والقريب يحبوا يلتفوا حواليه ما يتحملوش عليك شكه الشوكه يابا. وفيه واحد عنده عزوة بس مكروه بين الناس يعني ما حدش يتحمل عليه كلمة واحدة تسيء إليه أو تجرح شعوره. ارضى بما قسم الله لك يا أبي تكن أغنى الناس. أبوك صحافي الحال من الألم يا سلام. أبوك صحافي الحال من الألم يا سلام. قال له سامح يا ابني سامحني يا علان. جنت عليك يا ابني ودارت الايام. رجع الولد لابوه وعاش في ظله حبيب
وعاش في ظله حبيب وعاش في ظله حبيب واتجمعوا الغايبين من بعد فرق سنين الصبر اخره نور وتحيه للسامعين بعد استراحه شويه في قصه تانيه جايه والليله حلوه غنيه مليانه بالانوار. وكانت هذه القصه الجديده التي لم تخرج الى النور الا في هذه الليله، والى اللقاء في قصه اخرى ان شاء الله، والى ان نلتقي لكم مني اطيب المنى.